بحلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانك. واليوم عنا امومو. اذا امومو هو الشامبيون اللي حنلعب فيه لليوم بسلسلة الجنجل, وخلينا نشوف شو حيكون وضع هذا الجيم. مين في عنا بهذا الجيم؟ او قبل ما نحكي عن شو عنا هذا الجيم, في شغلات لازم اذكر لكم اياها. اول شيء لكم تذكروا انه كل يوم في فيديو بالقناة بهذا الوقت عن هاي اللعبة, هيك المفروض. تابعوا القناة, في فيديوهات كتير, في تحدي رمضان, تحدي الميد فيديو, في كتير اشياء. بس تذكروا انه في عنا سحب على العيد, وهذا السحب لانك تدخل عليه, كل عليك تساوي انك تكون مشترك بقناة اليوتيوب, عامل لايك لمقاطع اليوتيوب, واخيرا وليس اخرا انك انت تدخل على ويلكم, تدخل على تويتش مثل ما احنا هلا بتويتش بالبث المباشر, وتعمل فولو للقناة بالتويتش, هيك تدخل على 100 دولار سحب. شكله في عالم فات ولا انا مسجل اليوتيوب, بس بنقول له اهلا وسهلا. طبعا احنا بمقاطع اليوتيوب بنخلي كل الناس تكون موجودين, ما فيها اي داعي يعني ما بنشيل شيء. طبعا مثل ما قلنا نكمل موضوعنا, تا ويلكم للناس اللي عم تدخل, ما حدا رحب بكل الاسماء. عندنا تحدي برمضان, يبدا التحدي من اول يوم وينتهي باخر يوم. التحدي شو هو؟ هو انك انه ينزل على اليوتيوب 100 فيديو بخلال شهر رمضان. هذا التحدي اللي عم نقول عليه, واللي بنقوله كمان انه في عنا بطولات بقبل رمضان بالبثوث المباشرة. اللي بحب يدخل على البطولات بيقدر يجي كل يوم. البث هيكون ببلش من الساعة 9 المساء حتى الفجر, مدة البث 8 ساعات. البطولات هتكون بلعبتين, البطولات الأساسية هي لعبة تي اف تي, والبطولات الفرعية هي 1v1 بلعبة ليج اوف ليجند. نحكي بوقتها على هدول القصص والتفاصيل. طيب هلا بنجي لموضوع تاني. بس قبل ما ندخل موضوع تاني خليني اشوف بنجنك شي حدا ولا ما بنجنك حدا, كله ما موجود. اوكي, نجي لموضوع تاني. الموضوع هو هلا برجع لجماعة الشات لنشوف شو الاخبار. الموضوع التاني هو كيف تدخل على بطولة تي اف تي. بدك تجي على البث وتكون موجود وتحضر, او في الفيديو يلي انا بكون نازل على القناة يوم الاربعاء قبل رمضان بيوم, وقفة رمضان, حاكي فيه عن هذا الموضوع تبع البطولات تبع تي اف تي, كيف تشترك فيها للي حابب يشترك. طبعا اذا حدا حابب اهلا وسهلا طبعا. نجي هلا للجيم. الجيم في بالنص مشكلة كبيرة انه انا طاقتي قليلة وما بعرف شلون بيساعدوا للرفيقي, بس حجرب اعمل فلاش مع اي مع كل شيء, بس ما قدرت اكثر من هيك. فيك تساوي شيء يا شريكي؟ كمان حرام, عملت كل شيء, عمل كل شيء. فايت قريبة وحلوة ما بيأثر, معلش. حلو حلو حلو, ماشي الحال. المهم انه كل البفات انتقلت لعند زيكس, وهذا الشيء من مصلحتنا. هلو اي ميس يو. اوكي فاي فانا ويلكم. اذا تعال ننطلق هيك ونحاول انه نعوض امورنا. يعني انا وجريفز ما في اي فروقات, ما في اي شيء بالوضع. عم تنزل تي اف تي بقناة اليوتيوب كل يوم برمضان, مقطع تي اف تي حصرا الساعة 5, الساعة 5 مساء وليس فجرا, الساعة 5 كل يوم مقطع. في عنا برمضان تحدي, هذا التحدي هو اني نزل 100 فيديو. حيكونوا 3 فيديوهات يوميا, بصيروا 90 بعد نهاية رمضان, وبالعيد بننزل 10 البيانين. اوقات الفيديوهات حتنزل كلها بتكون نازلة بمقطع موجود شوفوه على اليوتيوب. يوم الاربعاء بنزل يوم وقفة رمضان. الاوقات حتكون حوالي الساعة 8 الصبح, او مو حوالي, هذا هو خلص 8 الصبح اول فيديو. بس اشوف فينا نلقطها لهي سناء. سناء تعي يا سناء, تعي يا سناء, ما في مانع. اوكي باك, حلو, روح التليبورت على الفاضي. هات هي. بنرجع لموضوعنا. طبعا مين سناء؟ في عمي مين سناء؟ انا هي سناء, بسميها سناء لتكونوا بالصوره. يعني عندي اسمائي دائما طول حياتي بحط اسماء خاصه. نرجع لموضوعنا. حيكون اول فيديو الساعه 8 صباحا, ثاني فيديو الساعه
و12 او واحدة حطيناها، وتالت فيديو الاخير هيكون الساعة 5 مساء. بعدين راحت كل من لتاني يوم ما في فيديوهات، بهذا الوقت هيكون في ستريم. بقى انت دائما بقناة الوان جن جن وان فيك يكون موجود برمضان، وفوق شغال الامور. شو هاد؟ هذا عم بيسرق لي ضفادعي، حركات قذرة. اهلا كوغا، هيلو ويلكم. طيب كل احوال هلا نحن ما في شيء نعمله غير انه نفرم شوي. I need level guys. والله البوتلين بتجنك، بس مشكلة المانا شوي صعبة. خليني بس هون نشوف شو الاخبار. كمان ما قلتي ما تيرا. حاولنا نساعده. اوه لا 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 لا، ما بصير ما بصير ما بصير. اهم شيء يديروا بالهم بالبوتلين. كمان ما في يعمل لوجانك. كل وقت بيضيع، كل وقت بيضيع. هذا يمكن طلع له لفوق هيك حاسس. ليك الوقت علقوا مع بعض وفاتوا على عالم الأرواح. حلو حلو. اعطينا ال اعطينا ال شو يسموها الالتي بقى. حاجه مره شي مملل، بدي التي. ماشي. هلا نحن حنساوي، حنشتري، حنروح حنروح على البوتلين، حاخذ بطريقي الليفل 6 ونحاول نعمل لون جانك. نتمنى انه يمشي الحال بهذا الموضوع، نتمنى. طبعا بنرحب مره ثانيه بكل الناس اللي بتشاهدنا على تويتش، وبنرحب بالناس اللي بتشاهد الفيديو على اليوتيوب، الاثنين سوا يعني. ما حاعمل جانك للبوت، شكله ما في جانك للبوت. هنشوف نعوي هلا شكله ولا لا. حلو الكيل، حلو الكيل، ظريفة. او ماي جاد، شو عم بصير هون؟ شو هاد؟ دماء 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 بكل الاماكن، بس التوب لين مو عاجبني وضعه. و جريفز شايفه تحت، شو عم يساوي؟ راح يبلش يخاف على الدراجون. هون في وورد، بدنا نلاقي شي طريقة هيك نقدر نسحب فيها الدراجون. أنا وجريفز تماما نفس الشي تقريبا، بس الفرق بالجانك هو اللي اخذ الكيل، انا اخذت الاسيست، نفس السي اس، نفس القصص كلها. اوكي هلا شو بدنا نعمل؟ وين ليتس جو ستان.
شوي يس كمان هاي واحد كمان دقيقة شوي فلاش لهون نايس كيلينج سبري كمان دقيقة شوي أكيد ما حترك رفقاتي ما بترك رفقاتي يموتوا ببلاش حتى لو تقطي عشرة ما عندي مشكلة برجع وباخد الكل يا حبيبي أمورنا تمام وأخذنا هدول وموردي كايسر صار لازم ينحط له حد لأنه كتير أخذ وش على رفيقنا المسكين ليتس جو نطلع لفوق حلو حلو موردي كايسر وضعه جميل ليتس جو ما جابه سيء أخذ على السريع جابت اوكي Do we need more vision? ما فيني ساعده I can't ندعم تحت كيف كيف نوصل لتحت مشوار طويل يا اخي ما في غير رايحين جايين تعبت بحرق كتير كالوريز بس ناخد هاي بطريقنا معلش بحسهم كتير بيموتوا بسرعة مع عمومه بحسهم بسرعة بيروحوا اوكي هيكو ما في طريقة طولة من هون على فكرة فيني فوت كيو بس شوي خطرة لأنه هو شاري أنا لسه مو شاري يمكن ما بعرف ما عندي فكرة شو يتبادل التحيات حسن بحفلة عشاء جريفز تحت ترى شايفينه ولا لا هني بس انا شايفه ما بعرف انا معك لا تخاف ليش كثير بيخاف Oh my god. والله انا راح اتركهم هذول هيك يروحوا على الفاضي. اوكي. حاسس في علقة كبيرة تحت في احتمال لعلقة كبيرة تحت Come on Take this Come on Let's go يا ولد هذا هو الكلام ودبل كيل لعيون الشباب هذا هو الكلام ودبل كيل لعيون الشباب في شيء هون تاني والله هيك بالتأكيد والأمان والسلامة وبناخد هاد ويلكم لتيدي هيلو نيو فولور
اوكي ليتس جو. ما في التي وي كان تراي. يعني شو عم بصير هون؟ عملوا سواب موردي كايسر بوت لين والايدي كاري والسبورت توب لين. يا علينا هاي النهايه تبع الكيو ما عم تضبط معي. سوابات شغالة والله. أنا هجرب هيك شوي مع إنه ما معي سمايت بس هجرب ماني خسران شي. أنا شفت جريفز بآخر الدنيا بس واي نوت بلا سمايت. سمايتلس سمايتلس جايز. كثير بيعمل دمج عالي هاد الزلمة. لو شاري كان في أمل ها، بس مالي شاري ما في أمل. شوية ماجيك ريزيست بينتهى أمره، قضى على تاريخه. أوكي كمان هذا هذا موردي كايسر. كيت أي شيء ووكر أهلا ويلكم. هلو موردي كايسر تقاطع قليلة كثير. موردي كايسر بحالة قليلة جدا من الطاقة. ويلكم خالد نيو فولوور أهلا. طلق لفوق بشكل سريع بشكل سريع جدا. تي دي سي بنرجع بنقول له شكرا على الريد. ويلكم تي دي سي. بنرجع بننطلق بشكل سريع لفوق. خلص ديفنسيف ليتس جو. يا حرام قلت عليه تبطيء. ما في التي للاسف. عنده التي عنده التي زيكس. ليش ما ادلو؟ ما بيكفي يعني. ماشي ليتس جو. كثير بصراحة كثير كثير. أربعة على السريع لبين ما لا لا شو ما حيفوت بارون. هذا هون فكرته هياخد البلو. والله فكرته هياخد البلو ما اخده. ليتس جو. اوكي ماشي مكمل. طبعا اليوم يا شباب عنا احتفالية. وينها؟ فعليا
ليكا نايس. اليوم عنا احتفالية، وصلنا ل 2000 اور توتال ستريم امباير بزنس اتشيفمنت بالتويتش، سو مبروك علينا جميعا. 2000 اور ستريم، رقم حلو، رقم حلو يا شباب، جود جوب، ليتس جو لفوق. شغالة مع موردي كايسر، أكيد حيقتلوه. ماشي، بدك تقاتلي ما تقاتلي، استفلي. أنا بدي دافع عن التاور وبس، غير هيك ما بدي، غير هيك ما بدي، غير هيك ما بدي. بتحس أمومه هيك بيتحرقص لما يكون معه قلتي وما ي... ما عم يستعمله، بده فرصة ليستعمله. شو هاد؟ ألف وثمانمية جولد معنا، 1800 جولد، كيف بدنا نصرفه ما بعرف. يلا قتلتني قبل شوي، ما بدي رد لك ياها يعني مثلا، ما بدي رد لك ياها ولا شو سايبة القصة؟ شو هالمردي كايسر هاد؟ اوكي انا هروح على دراغون صراحة. حاجة، ليتس جو، ليتس جو. هاي برو، واتس واتس اب. كمان كمان كمان، نروح من هون بشكل سريع. نايس، جو 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 جو. ايريليا يا ايريليا، واتس اب. واتس اب يا ايريليا. جايكم يا شباب، هاي اللي حضلت تفش هون ثقيلة. تستعمل قلتي تبعي ولا بجن؟ اوكي مين في معي؟ الوضع ما كتير منيح، مالي مرتاح كتير نفسيا، خصوصا لما يكون معي قلتي وما استعمله، وهي سناء عم بتنرفزني. سناء خلاص، بس يا سناء، كل شيء إلا سناء يا شباب. سناء ولوشن ربع كريم ورطب، هدول الاثنين ثنائي منرفز لما يكونوا مع بعض. ليجند اوف رونيتيرا وهون.
فوز قاتل راس على راس. شو شايفك خايف مني؟ شو؟ وإذا أنت أطول مني؟ سناء بس يا سناء تلوى لسناء كمان اوكي والله الوضع ماشي حاله. شو صار مع هدول؟ مو هلا المفروض يطلعوا؟ هيك بتذكر هيك بتذكر اوكي ليتس جو نطلع لهون. Welcome, I worst. Rise. Okay, Abud. I don't know if I'm Spanish, Abud. في مجال حد يساعدنا على بارون. غير هيك ما بيجوا اللعبة غير هيك ما بيجوا فورس بارون هذا اسمه ليتس جو لا تاكلهم لحقته بقلتي سريع اجينا مومو متضايقه مني لا هي مورجانا لحقته بقلتي لا اوه راحوا بحر الظلمات لازم اعمل له كفر او ماي جاد انا اي ونت تو بي فاستر فاستر برو اوكي خلينا ناخذ هذا Let's go, guys. بدي نجيب هالايريليف طلعت لفوق على الاغلب احتمالية الكبرى طلعت لفوق اوكي
يستفيد من سرعة الكول. سرعة الكول بالبارون بوف. اوه جايز كمان. ضغطنا عالي بالوقت الحالي وما بعتقد في كثير شغلات بيقدروا يسووها. هيك حلقة مرتبة حلوة، ما بعرف شلون تكون بس مرتبة حلوة، شغلة شيء مرتب ظريف. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. فريق وينه؟ فريقنا عم بحكي ليش هيك كثير مشتت؟ اوكي مو حاجة؟ لا كنت عم تطلع بفلاش لهون بس ما طلعت. كتير طولت في العلاقة انا اصلا، يعني ما كان لازم طول كده لقد. اوكي anyway دراغون جيبوا بدوني في مجال عذبكم بالمشوار. فريق الخصم اخذ ثلاثة لانه جورك. اوه ماي جاد والله كان جريفز حيموت لو انصاب بس ما انصاب. جيم لساته صعب ماله سهل. صار عندهم أربع دراجونات. فور دراجونز. عندنا واحد بس. يعني احنا ربحانين بالتورات بالكلات بس خسرانين فقط موضوع الدراجونات هالجيم. بدي فارم اكثر. 218 مو كافي. فريق معي بعيد شوي ما فينا نبلش الفايت. اوكي توقع سبتهم كلهم، توقع سبتهم كلهم بس ما فينا نشوف هالشي. او في سؤال مهم، الالتيميت تبع امومو جوات التيميت مورديكايسر ما بيطلع لبرا ولا بيطلع؟ شكله ما طلع لبرا صح؟ شغله مهمه هي. 900 ما بيطلع لبرا. اوكي انا قاعد عم عيره وتكتكه انه شلون تنصابوا كلهم. فكرت بيطلع لبرا والله. التيميت اي التيميت جماعي.
اخذوا بارون هلا. والنتيجه 25-21 عندهم اربع دراجونات وبارون. هل حيربحوا الجيم ولا هل احنا حنربح الجيم؟ ما بعرف. انتو حددوا كالعادة سلاسلنا وحلقاتنا دايما بيكون فيها النوع من الحماس. ما بنعرف شو بيصير فجأة بالجيم. بيدخل للجيم حماس والعالم ما بتعرف بقى مين الربحان. سنها كيتلين كثير دمجة عالية. اوكي وردي فوق. الغريب انه هن خايفين يفوتوا مع انه معهم بارون باف، ونحن اكيد حنخاف نفوت على هيك فايت. دراجون بقى له دقيقتين. نحمي زيكسو جين. او ماي جاد جيم صعب حاليا. صار الجيم صعب. تعضيلي اوكي. موردي تحت. جين ماله معنى. دراغون دقيقة عنده دقيقة. ما فينا نفوت بلا زيكس اكيد. اللعبة كتير داخلة بمراحل معقدة حاليا. لقطة لقطة اذا واحد مات ممكن تقلب الجيم كله وينهي من احد الفريقين. مو معروف مين ربحان ابدا. حماس حماس الرانكت شغال. 25 ثانية. شالوا لي الورد. شو بدنا نعمل؟ جلد دراجون. شو هاد؟ يا علينا. عم استنى اطلع من هالدويرة مشان اضرب الالتي تبعي. ما مورديكايستر عم يلعب بذكاء عالي. هذا ما مات. ايريليا او ماي جاد. وضع خطير. دراغون سيكس
معك قلتي. بدي لاقي حل اخلص من هذا المردي كايسر. شكل الكلمة بيحبها. بارون او ماي جاد. احسن هيك قلتي ما في عندي جين. كمان ما ماتت غير سناء. اليوم كثير صعب وشكله يمكن يطول، ما بعرف. اليوم شغال يا شباب، دفشه من النص شغال. هياخذوا انهبيتر مفروض يعني. فيها اللوجين ليصير مرعب. بأقصى سرعة منطلق نحو البارون. كمان قد ايه حق الفلاسك؟ وين حاطين الفلاسك؟ ولا ما بقى في فلاسك باللعبة؟ إليكسر فلاسك شغل إليك 500 نفس أيام زمان يعني. لا كان 300 أول شيء. ما فينا نفوت بارون اثنين يعني أكيد. اللي بيلعب هيرثستون بيخسرني بدي اعطيه سبسكريبشن هديه. طب اذا انا خسرتك شو باخذ بهالحاله؟ God. Hey, Mordecai, sir. Do you love me? Yeah, I'm sure I'm going to use my love. I'm going to take care of this topic more. غلط. يا الله ما تقول لي ما طلع الالتي برا. بلا طلع. في واحد شد داون. في واحد شد داون. كمان.
برضه كايسر رجع تليبورت على البيس عشان ينقذ التاور تبعه، انقذه فعلا ب200 طاقة. الجيم شغال فيه، انا لعيبة بلاش تخاف وتخسر. وضع صعب. اشتري ايتم انا هلأ. الجيم ما انتهى، في عالم استسلمت وانسحبت بس الجيم ما انتهى، الجيم لسه فيه شيء، الجيم لسه فيه شيء. اذا فايتين من النص جين، المشكلة نطول نعيش. مشكلتنا بجين حاليا. قتلت واحد بس ما قدرت اطلع. عم يضربوا القاعدة، حاولوا يخلصوها. لا تقتلوهم لما يخلصوها. قتلوهم ما قدروا يقتلوهم. جيجي. اخ على هالجيم قديش كان فيها طلعات ونزلات، بس ولكن جيم حلو ويستاهل انه الواحد يعرضه وينبسط بهالنتائج. نحن دائما نعرض المباريات الربحانة ونعرض المباريات الخسرانة، ما بهمنا هذول القصص. قولوا لي شو رأيكم بهذا الجيم، وبتحبوا هذا النوع من المباريات أكثر ولا المباريات اللي دائما عم بربح فيها وهذول الشغلات؟ وما تنسوا أكيد إنه تعملوا لايك للمقطع إذا مو عاملين، تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، سيرفر الديسكورد إذا بتكون في غرف للول وغرف شغلات تانية، وطبعا تلحقونا على تويتش مشان تتابعوا البثوث. يلا شوفون قريبا إن شاء الله. كمكم عمر أول جوان، مع السلامة.